السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كي جي تو؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل بقية الحروف ممدودة بالياء. يلا نركز مع بعض. اول حرف هنتعلمه النهاردة هو حرف الضاد. ضاد قصرة ضي، صوت قصير ضي، صوت طويل ضي، وراها مد بالياء، لان احنا عارفين يا مس ان المد بالياء الحرف اللي قبله مكسور. برافو علينا، ضي، ممتازين. طاء قصرة تي، وراها مد بالياء طي. ثاء قصرة ضي، وراها مد بالياء ضي. عين قصرة عي، وراها مد بالياء عي. غين قصرة غي، وراها مد بالياء غي. فاء قصرة في، وراها مد بالياء في. قاف كسرة قي، وراها مد بالياء قي. قول معايا قي. كاف كسرة كي، وراها مد بالياء كي. لام كسرة لي، وراها مد بالياء لي. ميم كسرة مي، وراها مد بالياء مي. نون كسرة ني، وراها مد بالياء ني. هاء كسرة هي، وراها مد بالياء هي. واو كسرة وي، وراها مد بالياء وي. ودلوقتي يلا نقرأ مع بعض الحروف. طي، ممتازين. يلا اقرأ معايا. ضي، عي، غي، في، قي، كي، لي، مي، ني، هي، وي. وبكده يكون جه ميعاد نهاية درسنا النهاردة، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.